أهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني. اقتحم مئات آلاف من الإيرانيين الذين لا يحملون تأشيرات دخول اقتحموا الحدود العراقية، حيث أثاروا فوضى عارمة تسببت بخسائر بشرية ومادية، ما عكس ازدواجية الحكومة العراقية في التعامل مع رعايا دول معينة ونازحي الأنبار الذين تطالبهم بكفيل واعتباره شرطا لدخول العاصمة بغداد، فضلا عن كون السماح لهذه الحشود يعد وبحسب متابعين خرقا لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها، خرق جديد لسيادة العراق تمثل بدخول مئات الآلاف من الإيرانيين. نتابع التقرير. خرق جديد لسيادة العراق تمثل بدخول مئات الآلاف من الإيرانيين من دون تأشيرة دخول واقتحام منفذ زرباط الحدودية عنوة وبالقوة في سابقة خطرة تعد وبحسب مراقبين خروجا عن القانون وتهديدا لأمن البلاد واستقرارها، بعيدا عن أي إجراءات حكومية مانعة أو ضوابط قانونية رادعة، ما يعكس ازدواجية حكومة العبادي في التعامل مع الرعايا الإيرانيين ونازحي الأنبار المحاصرين في منطقة بزيبز من الذين اشترطت عليهم إحضار الكفيل قبل الدخول إلى العاصمة بغداد. عملية الدخول من الحدود الإيرانية إلى العراق كانت هناك إرادة من بعض الأشخاص لعرقلة القوانين العراقية، ويمكن هؤلاء المجموعة هم الذين بدأوا بكسر الحدود والدخول وإدخال كميات وأعداد كبيرة من الزائرين، وهذه حالة مرفوضة. للأسف الشديد وضعت السيطرات ومنعت من دخول النازحين إلى العاصمة بغداد وبعض المحافظات إلا بوجود الكفيل. للأسف الشديد وضعت هذه العراقيل الكثيرة، ومن خلالها تم وفاة أطفال كثيرين وعوائل دمرت وتركت في العراء. صمت حكومة بغداد عن التدخلات والتجاوزات الإيرانية في البلاد وغض النظر عن ممارساتها الطائفية يعكس وبحسب مختصين حجم التأثير الإيراني في العراق ومدى انقياد الأخير له من دون مراعاة لهيبة الدولة وسيادتها وأمنها واستقرارها واحترام حدودها، بعدما باتت بفعل ساستها وقادتها جزءا من إيران وتابعا لها. السيادة العراقية لربما مخترقة من زمان، وخاصة مع جار إيران. نحن نحترم حسن الجوار ونحترم العلاقات الدولية الدبلوماسية، لكن المشكلة كيف تباح الحدود بهذه الطريقة. نريد ردا دبلوماسيا عسكريا على هذا الوضع، والعراق حاليا لديه معاهدات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، فأين الولايات المتحدة من هذا؟ أين الولايات المتحدة من سحب النفط العراقي من قبل القوات الإيرانية؟ أين الولايات المتحدة من الهجوم على منفذ زرباطي بمليون أو أكثر زائر همجي على الحدود؟ أريد جوابا من السيد العبادي. دخول الحشود الإيرانية واجتيازها حدود العراق أخرس جميع الأبواق السياسية والطائفية التي طالما تبجحت بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. في ظل السياسات الخاطئة للحكومة العراقية السابقة والحالية، أصبح العراق بمثابة حديقة خلفية لإيران تصول وتجول فيه بعد تماهي بغداد مع طهران، ضمن مشهد سياسي ضاعت به السيادة الوطنية وتلاشت فيه جميع الضوابط والأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا. لبرنامج تفاصيل، أياد محمد، بغداد. قراءة في الموضوع مع سفيان السامرائي الناشط السياسي وإعلامي من لندن مباشرة، وأيضا علي الرفيعي رئيس الاتحاد المدني الديمقراطي من بغداد مباشرة. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد سفيان السامرائي. إذن مئات الآلاف من الإيرانيين الشيعة يقتحمون ويدخلون العراق، في حين أن الأهالي الأنبار يمنعون من دخول العاصمة بغداد، وطبعا بحسب السيد الحارثي فأن جهات حكومية عراقية هي من ساهمت في هذا الدخول أو هذا الاقتحام. تحية لكم. طيب، الموضوع تطور إلى مليون مو مئات آلاف من الشيعة الإيرانيين الذين دخلوا إلى الأراضي العراقية. نحن نتحدث عن حالتين الآن. الحالة الأولى الموجود مختار حي المهاجرين في بالقرب من قاسيون،
الذي أصبح أجواءه أصبحت أجواءه هي مرتع للطائرات ويحتاج الآن إلى شرطة جوية لتنظيم حركة المرور، وموجود مختار زقاق المنطقة الخضراء الآن حيدر العبادي أيضا نفس الحالة، ويتكلمون عن السيادة. مليون شخص إيراني دخلوا إلى الحدود، وليس فقط دخول، بدون أي وثائق، بدون أي ثبوتيات، بدون حتى أنه يدفعون مجرد دخولية، استحقار للعراقي، استحقار للدولة العراقية حتى لو كانت شيعية، أنه يدفعون رسوم دخول بسيطة، مجرد سألوهم رسم للدخول بسيط في زنباطية، كسروا الحدود ورفعوا العلم العراقي داخل الأراضي، العلم الإيراني داخل الأراضي العراقية، فض بكارة الحدود العراقية الإيرانية. هذه رسالة خامنئية واضحة تقول لدول الخليج العربي والمنطقة، نحن في الطريق إليكم، أي وقت ندخل إليكم ونستبيح كل المنطقة بحجة المظلومية الشيعية. هذه رسالة خامنئية مقصودة في هذا التوقيت وفي هذا التوتر. بالإضافة، هل تتصورين الحكومة الإيرانية لا تعترف بهذا الدخول وهذا الاقتحام السافر؟ تقول لهم من دخل الأراضي العراقية لا يعود، لأنه سوف يتم محاسبته. يعني ضوء أخضر يا شيعة يا إيرانيين، ابقوا في العراق، لا ترجعوا إلى إيران وإلا سوف نحاسبكم. يعني اذهبوا إلى سوريا، ساعدوا زقاق أو مختار حي المهاجرين ما تبقى له من ميليشيات، لأنه يحتاج، الظاهر هو في أزمة، لن يستطيع أن يسعفوا لا هو ولا بوتين، واذهبوا إلى ما تبقى إلى الجنوب وإلى المناطق العراقية السنية التي احتلتها الميليشيات الشيعية واستوطنوا فيها، لكم حرية التنقل وجناسي العراقية تصدر في ليل وليلة، بما أنه لا توجد لديكم أي جناسي أو وثائق. سيد علي الرفيعي، طبعا نريد تعليقك. فوضى في وقت الحكومة العراقية تتحدث فيه عن السيادة، هناك العديد من العراقيين يمنعون حتى من التنقل داخل بلدهم، في حين مليون إيراني يهجمون يقتحمون إلى ما غير ذلك، كيف تعلق؟ شكرا. الحقيقة مسألة السيادة هي مسألة من أساسيات احترام الدول، والسيادة للدول منصوص عليها بالقوانين الدولية والمواثيق الدولية، وبالتالي المفروض من كل الدول أن تراعي ذلك في علاقاتها فيما بينها. وبالنسبة للزوار الإيرانيين في هذه السنة، يعني السنة الماضية أيضا في زيارة الأربعين، توافد الآلاف من الإيرانيين وتم دخولهم من خلال تأشيرة الدخول، لكن في هذا العام للأسف الشديد ما حصل في منفذ زرباطية، تم الاعتداء على السيطرة في منفذ زرباطية وتم كسر الحواجز وتم دخول الآلاف، إن لم يقل بعض الإخوان قالوا مليون زائر، المهم سواء كانوا الآلاف والمليون، لكن الأسلوب الذي دخلوا به الأراضي العراقية أسلوب مرفوض، يعتبر استهانة بالنظام وبالقانون المطبق في العراق، وبالتالي المفروض من الحكومة الإيرانية أن تتعاون. طيب هنا أمام ما حصل سيد الرفيعي، موقف الحكومة العراقية، نعم، يعني هل يكفي بيان احتجاج؟ أختي العزيزة، الآن موقف الحكومة العراقية أعلنت أنه لا غير راضية على هذا الوضع، وصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء أنه احتجاج ذهب إلى الحكومة الإيرانية، هذا ما تم الإعلان عنه. وبالتالي لكن المسألة ماذا، ما هو المطلوب من الآن من العراق في هذه المسألة؟ أكو دبلوماسية العقل التي تراعي الأصول، للدبلوماسية إجراءات من ضمنها الاحتجاجات، من ضمنها والموضوع يتطور مع تطور الموقف، لكن لحد الآن ما حصل أن هذه الآلاف دخلت وذهبت إلى زيارة الأربعين في مدينة كربلاء، وبالتالي هي كما ذكرت اعتداء على سيادة البلد، اعتداء، نعم، خرق للنظام الموجود بالعراق. لكن الآن لندرس الواقع، الآن الحكومة العراقية، البلد العراقي الآن داخل في حرب، هل من مصلحته أن يوتر العراق مع إيران الذي هي دولة
تحد العراق بأكثر من 1000 كيلومتر، والإيران الآن دولة عندها إمكانيات، والعراق بلد ضعيف، الحكومة ضعيفة، الدولة ضعيفة. هل من مصلحة العراق أن يذهب إلى المواجهة بسبب زيارة بسبب دخول هذه الآلاف؟ لا أكيد لا طبعاً. أي إنسان سفيان السمرائي، عذرا عن المقاطعة سيد علي الرفيعي، فقط نتحول بهذه النقطة. سفيان، هل من مصلحة الحكومة العراقية توتير العلاقة مع إيران؟ وطبعا بالأمس الحكومة العراقية كانت تتحدث عن السيادة تعترض على دخول 100 من القوات الأمريكية لقتال تنظيم الدولة، وأمام هجوم مليون إيراني واقتحام العراق، هي تكتفي اليوم ببيان احتجاج. بالضبط، رفضوا 100 شخص من المستشارين الأمريكان أن يدخلوا إلى الأراضي العراقية لمساعدتهم لمحاربة داعش. لكن ضيفك الكريم من بغداد يتحدث أنه هل يمكن مواجهة هؤلاء بسبب أنه هذا الدخول؟ عزيزي، احنا نتحدث عن مليون شخص وليس فقط عصابة على الحدود. لو كانت عصابة حتى لو دخلت من وكسرت هذه الحدود لرأيت حرس الحدود والجيش المنتشر في تلك المناطق، في أي دولة تحترم سيادة نفسها وتحترم نفسها؟ نحن نتحدث عن هجرة مليونية إلى داخلهم بحجة زيارة الأربعينية الحسينية. هذا ليس فقط اختراق، هذه عملية تجنيد. من يؤكد لي أنهم تدخل عناصر من داعش؟ جاءت من أفغانستان ومن باكستان، وبما أن الحدود الباكستانية والأفغانية الإيرانية ساقطة بسبب تجار المخدرات، يدخلون أتباع الدواعش كما يسمونهم في بغداد، يدخلون إلى داخل الأراضي الإيرانية، وعبر هذه الزيارة لا وثائق لا ثبوتيات، لا تعرفون أنه هذا عربي أفغاني باكستاني، دخل إلى الأرض العراقية وانتهى. هذه ليست مسألة عادية، نتحدث عن مليون شخص دخل إلى أرض لها سيادة. تتكلمون بالسيادة أمام الأمريكان بمئة شخص ومليون شخص إيراني يدخل ويرفعون الأعلام العراقية وصور الخامنئي والخميني داخل الأراضي العراقية، وتتحدثون عن كرامتكم. هذه كرامة مسحوا بكم الأرض، أهانوكم وأهانوا كل العراقيين. جندي عراقي لا يستطيع أن يقف بوجه أي إيراني الآن، لا يستطيع يقول أنا أين أوراقك الثبوتية. هذا عملية احتقار للإنسان العراقي. متى تصحون على أنفسكم في بغداد والمنطقة الخضراء؟ أنتم والذي موجود في قاسيون في سوريا يتحدث عن السيادة ويجب كل من هب ودب على أرضه ويستبيحها، وفي نهاية المطاف والله نحن نحترم السيادة ويجب أن نكون أكثر وطنية. طيب، ويجب أن ننظم عملية الهجوم على واضح سفيان السمرائي، واضح. سيد علي الرفيعي، كيف تعلق إذا ما تجاوزنا مسألة المقدسات ومسألة الحج؟ يعني كما قال سفيان السمرائي، ما الذي يمنع في هذا الهجوم لمليون إيراني دخلوا الأراضي العراقية أن يكون هناك عناصر من تنظيم الدولة؟ أنا ما ضيفك من لندن، أنا وجهت سؤال وأنت سألتي ولم يجب على السؤال. ما هو موقف الحكومة العراقية؟ هل تصعد الموقف مع إيران؟ هل تدخل في مواجهة مع إيران؟ تصعد. مليون إيراني دخل، قد نختلف على الرقم. المهم، نعم تفضل. تصعد أخي العزيز، تصعد. يجب أن تصعد، يجب أن تمنع أي إيراني يدخل. من قال لكم أنه ليسوا إرهابيين؟ نعم، فالموقف شنو؟ هل من صالح العراق أن يدخل في مواجهة الآن مع إيران وهو الآن داخل بمعركة ليست مع داعش، معركة دولية الآن، دول العالم كلها الآن. هو أجابك سيد علي الرفيعي، هو أجابك، يبدو أنك لم تسمع. هو قال يجب على الحكومة العراقية أن تصعد مع إيران أمام ما حصل. أنا تكلمت الدبلوماسية تبدأ بخطوات عديدة، بموقع الحكومة العراقية تستنكر، تبلغ السلطات، إذا تطور الموقف تصعد الموقف. هاي مسألة التعامل الدولي معروفة في العلاقات الدولية. أما من أول نقطة أنه نصعد الموقف، والآن العراق بوضع خطر، داخليا ضعيف، خارجيا ضعيف، أنت أمام هذا الواقع، ما هو الموقف يعني؟
نعم حصل اعتداء على سيادة العراق، دخلت هذه الأعداد إلى داخل العراق، المفروض الآن الحكومة طيب. العراقية أنت تسألت سيد علي الرفيعي، دعني أذهب إلى سفيان باختصار لو سمحت. أنت قلت يجب أن تصعد، ما هو هذا الموقف التصعيدي؟ كيف يمكن أن يكون يا الحكومة العراقية؟ لا إغلاق الحدود العراقية الإيرانية فورا، تبلغ الجانب الإيراني وتنتظر ما هي الخطوات التي اتخذها الجانب الإيراني في هذا الشأن. تعليقك سيد سفيان. ما هي الخطوات التي ما هي الخطوات التي اكو علاقات بين الجانب الإيراني؟ هو يعترف انه تم اختراق، هو ده يقول لك نحن اخترقنا حدودك ولا نريد الذين دخلوا إلى أراضيك العراقية أن يعودوا وإلا سوف نحاسبهم. رسالة واضحة، يعني ابقوا هناك، ضوء أخضر، اذهبوا إلى سوريا، الآن المعارك محتدمة، سوف يدخل جيش عربي قريبا، نحتاجكم. لاحظت كلهم من الشباب يرتدون زي ميليشيوي من الباسيج الإيراني والحرس الثوري الإيراني. واضحة العملية، عملية اقتحام لبلد بمليون شخص، ليس فقط 10,000 شخص يمكن النقاش بها دبلوماسيا، مليون شخص يا رجل، مليون شخص. نعم، شكرا سفيان السامر رأي الناشط. لم تجب أنت يا أخي الكريم، أنت لم تجب، دخل مليون شخص، ماذا تعتقد الحكومة من موقف؟ محاصرتهم فورا وترحيلهم فورا، عملية عسكرية كاملة ضد الإيرانيين. انتهى وقتي، انتهى وقتي، وضحت الصورة، وصلتنا الإجابة، انتهى وقتي. علي الرافعي رئيس الاتحاد المدني الديمقراطي من بغداد مباشرة، شكرا لك. وسفيان السامرائي الناشط السياسي والإعلامي من لندن، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الحلقة من تفاصيل هذا الأسبوع مشاهدينا، في أمان الله.